في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كيف هو وضع حقوق الإنسان في اليمن؟ آلاف الانتهاكات ارتكبت وترتكب ضد اليمنيين منذ 5 سنوات، فهل سيفلت المجرمون من العقاب؟ أهلا بكم في اليوم العالمي لحقوق الإنسان. يفتح ملف الانتهاكات ضد المدنيين في اليمن. 5 سنوات من الحرب ارتكبت فيها أطراف داخلية وخارجية أبشع ما يمكن أن يمارس ضد حقوق الإنسان، من القتل إلى التعذيب حتى الموت إلى الاختطاف والإخفاء القسري وزراعة الألغام واستئجار شركات لتنفيذ اغتيالات وما دونها من الانتهاكات. تحولت اليمن إلى مسلخ بشري ارتكبت فيه ميليشيا الحوثي وقوات الإمارات جميع الانتهاكات ضد مدنيين وناشطين وصحفيين وسط عجز حكومي ودولي عن حماية الضحايا. الآن وبعد ارتكاب هذه الانتهاكات يخشى كثيرون من بيع دماء الضحايا في سوق المكاسب السياسية وتضييع مسار العدالة والمحاسبة، فهل يفلت المجرمون من العقاب؟ العاشر من ديسمبر اختارته الأمم المتحدة ليكون يوماً عالمياً لحقوق الإنسان، لكن حقوق الإنسان في اليمن لا تحتاج إلى مناسبة للتذكير أو لمعرفة حجم الانتهاكات الوحشية التي ترتكب ضد اليمنيين منذ 5 سنوات. بهذه المناسبة قال التحالف اليمني لحقوق الإنسان إنه وثق مقتل أكثر من 15,000 مدني منذ انقلاب ميليشيا الحوثي وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى إصابة 23,000 حالة وأكثر من 4,000 مختطف مدني وتجنيد أكثر من 6,000 طفل. منذ بداية الحرب أيضاً تسببت الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بمقتل 1,300 مدني وجرح الآلاف في مختلف المناطق اليمنية. رصيد مثخن بالدم حصيلة وضع حقوق الإنسان في اليمن منذ انقلاب الحوثيين وتدخل السعودية والإمارات عسكرياً في اليمن وتحويلهم البلد إلى ساحة حرب وميدان لتصفية حسابات إقليمية ودولية على حساب اليمني واليمنيين. يرى مراقبون أن المنظمات الحقوقية الأممية والدولية لا تعطي اليمن الاهتمام المستحق بالنظر لحجم ونوع الانتهاكات التي تحدث منذ 5 سنوات. قتل بدم بارد وتعذيب حتى الموت، إخفاء قسري واعتداءات جنسية، جرائم طالت معظم النساء والأطفال في اليمن. انتهاكات حولت اليمنيين إلى ضحايا إما بالاعتداء المباشر أو بالآثار المصاحبة للحرب. العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب مفاهيم من المناسب استحضارها في اليوم العالمي لحقوق الإنسان للتذكير بحقوق الضحايا وعدم إهدار حقوقهم في ملعب المقايضات السياسية التي يعمل الجميع من أجل الوصول إليها في هذه اللحظة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الناشطة الحقوقية نبيلة سعيد هنا في الاستوديو، وسينضم معها آخرون عبر الهاتف، فمرحبا بكم وبك أستاذة نبيلة. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. مساء النور. أهلا بك. إذن يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واليمن للأسف الشديد كما تتابعين يشهد كارثة إنسانية كبيرة، وهناك الكثير من التقارير التي تضم أرقام مهولة للعديد من الانتهاكات التي ارتكبت بحق حقوق الإنسان في اليمن. ما الذي يمكن قوله في مثل هذا اليوم؟ اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمكن أن وضع الإنسان في اليمن في هذا اليوم تحديدا يحرق كل الكيانات والجهات والمؤسسات والمبادرات وأي جهة تتحدث عن حقوق الإنسان، يضعها أمام حرج حقيقي بأن هناك وطن وهناك مساحة جغرافية موجودة على خارطة الأرض تعاني انتهاكا صارخا في حقوق الإنسان. بل لا توجد معالجات حقيقية مع اعتراف الجميع من الداخل والخارج بأن هناك مأساة إنسانية متجذرة في اليمن. هناك يعني وضع يعني مخل بكل قيم الإنسان والعيش السوي والصحيح على الحياة. يعني إذا تحدثنا عن الحق في الحياة فهذا الحق معدوم ابتداءً في الخارطة اليمنية،
وليس فقط على مسألة العدمية، ولكن هناك استمرار في أن يفقد الإنسان هذا الحق مع الوقت. مع 5 سنوات مرت، وهذه السنة السادسة ندخلها، ونحن نتحدث عن انهيار حقيقي في بنية الانتماء للحياة في البقعة اليمنية بالنسبة للإنسان اليمني. ولا يختلف عن ذلك طفل، امرأة، رجل، لا نختلف أيضا عن كل العوامل التي تفقد الإنسان في اليمن يعني استمرارية بقائه. يعني إذا غابت الخدمات الأساسية معنى أن أنت تقول لهذا الإنسان أن يرحل من الحياة. إذا أنت تتحدث عن 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 أنشطة، عن برامج، عن أهداف تتحدث عنها، وأنت تتحدث عن إنسان أساسا لا توجد الحياة فيه حتى يمارس هذه الأشياء بشيء من الواقعية. إذا استاذة، يعني هل تحولت الحرب في اليمن من حرب للقضاء على الحوثي واستعادة أو لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية إلى حرب لإنهاء البلد بما فيه؟ يعني تفضلت حضرتك أنه لا توجد معالجات حقيقية، وفعلا لا يوجد حراك من قبل المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في اليمن. ما هو تبريرك لذلك؟ في اليمن لم يعد يفهم هل هي حرب، هل هو يعني انتقاص من حق اليمنيين بأن يعيشوا حياة كريمة، هل هو مساومة على بقاء اليمنيين مستقرين؟ ما هو الذي يحدث في اليمن؟ فهم قبل 3 سنوات أنها حرب حقيقية يعني هناك تدار، لكن الآن استمرار الحرب واستمراء وجود حلول ودوامية غياب الخدمات، كل هذه الأسباب ترشح أن الإنسان في اليمن يعيش أسوأ التضاريس وأسوأ الأزمنة التاريخية على مستوى. يعني أنت يعني منطقيا لما تشبه اليمن الإنسان في اليمن بأي إنسان يعيش على الخارطة الأرضية، ممكن نقول أنه يعني أصعب إنسان يعيش على 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 الأرض، أصعب إنسان يعيش هو الإنسان اليمني. إذن الوضع الإنساني في اليمن هو لافتة للمجتمع الدولي خلال سنوات الحرب. الجميع يتحدث، الجميع يكتب تقارير دولية، الجميع يناشد، الجميع يتحدث عن زيادة في عدد الضحايا كلما زادت سنوات الحرب. كيف تنظرين لحالة اليمنيين ونتائج تعاطي المجتمع الدولي لهم؟ والكثير ممن يتحدث سواء المجتمع الدولي أو غير المجتمع الدولي أو المجتمع الأممي أو الكيانات التي تتحدث باسم حقوق الإنسان لم تكن صادقة بمعنى كلمة صدق، ولم تتخذ أي خطوة يعني واقعية يعني يلمسها الإنسان اليمني بأن هناك فعلا انفراج، يعني هناك فعلا حلول يعني منطقية. يعني لما تتحدث أن المأساة ولا الوضع الإنساني لا لا لا, لا يوجد له حد. اليوم أنا أتحدث في هذه اللحظة عن عاصفة من الموت تسحب أبناء تهامة إلى يعني أغلبهم من الأطفال، أغلبهم يعني 200 طفل في منطقة الجراحي في الحديدة في تهامة يقضوا حتفهم بسبب حمى الضنك. أين منظمات الصحة العالمية؟ أين من يدعون حبا في حقوق الإنسان وحبا في الإنسانية؟ هم قادرون على صيغة تقارير وأرقام. هذا هو يعني في منطقة أحد الطبيبات تقول هنا في منطقة في اليوم الواحد 3 إلى 4 أطفال يقضوا حتفهم بسبب حمى الضنك. يعني هذه أحد الأشياء التي يلمسها اليمني بشكل يومي وبالواقع. أنت يعني بعد ذلك عن ماذا ممكن نتحدث من حقوق الإنسان؟ نعم، إذا نسمح لنا أن ينضم معنا الراصد والناشط الحقوقي ياسر المليكي عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور، أهلا بك وبالسادة المشاهدين وبضيفك الكرام. أهلا بك أستاذ ياسر. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هل حدثتنا عن وضع حقوق الإنسان في تعز التي تشهد ربما أكبر عدد من الجرائم والانتهاكات طيلة 5 سنوات؟ بالتأكيد يمر هذا اليوم على اليمنيين جميعا، وهم يعيشون مأساة حقيقية. هذه المأساة تتكرر لنقول كل يوم للأسف الشديد في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بهذا اليوم الذي يعتبر رمزا للحركة الحقوقية في العالم، تمهيدا لأن ينعم المجتمع الدولي والشعوب العالم بالسلام
تحقيق ما يصبو إليه من كرامة ومن حريات ومن رخاء ومن كل ما يحلو به تحلو به هذه الشعوب. للأسف أن مجتمعنا اليمني يرزح خلال 5 سنوات تحت وطأة حرب وانتهاكات عنيفة، إضافة إلى الأوضاع إنسانية متردية ومزرية. كان نصيب محافظة تعز، نعم كان نصيبها كبيرا وكثيرا جدا من مما تعرض له سكانها أو ما تعرضت له كل هذه المحافظة وما تمتلكه من بنى تحتية ومن أوضاعها الصحية والإنسانية والتعليمية وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أهدرت في هذه المحافظة خلال 5 سنوات للأسف الشديد منذ اجتياح جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح لهذه المحافظة. وسكان هذه المحافظة يتجرعون ويلات إما المجازر أو الأوضاع الإنسانية المتردية أو غياب الخدمات أو أوضاع أو التعليم لا يكاد يذكر في هذه المحافظة كغيرها من المحافظات اليمنية. تتميز هذه المحافظة عن ما تعرضت له خلال هذه ال5 سنوات إلى كونها الأبرز من حيث عدد القتلى من الذين سقطوا إما بقذائف جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وهجماتهم بالقناصة أو الأنغام أو حتى قصف طائرات، إضافة إلى الجماعات المسلحة والمتطرفة والانفلات الأمني الذي يشنوا هذه المحافظة. كل هذه الكوارث المصائب للأسف الشديد. لنقول أن هذا اليوم العالمي يمر على هذه المحافظة وصوتها المنظمات الدولية نعم عند حديثك على المنظمات الدولية أستاذ ياسر. نعم يعني العديد فعلا من التقارير التي تصدر وربما يعني تظهر ما يحدث في تعز بشكل سيء ومؤلم خلال هذه السنوات، لكن ما الذي قدمته هذه المنظمات غير التقارير؟ يعني كونك راصد وربما تجمعون العديد من الأرقام حول الضحايا هنا وهناك من جميع الأطراف للأسف قاموا بانتهاكات عديدة في محافظة تعز، ما الذي قدم لهؤلاء الضحايا؟ بالنسبة لما قدم للضحايا خصوصا للانتهاكات الجسدية، أنا أعتقد أنه لم يقدم لهم شيء سواء من المنظمات الدولية أو الحكومة اليمنية، وما قدم لهم لنقول قليل جدا ولا نبخس هذه المنظمات ما قدمته خصوصا في الجانب الإنساني، لكن ما قدم إما من الحكومة اليمنية أو من دول التحالف العربي أو من المنظمات الدولية قليل جدا مقارنة بما تعرض له سكان محافظة تعز، إما الاعتداءات الجسدية أو حتى فيما يتعلق بالجانب الإنساني الوضع الصحي المزري، إضافة إلى التعليم المتدهور. كثير من ما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي يجب أن يتمتع بها سكان العالم كلهم ومن بينهم سكان هذه المدينة، أعتقد أنها غائبة سكان محافظة تعز. وبالتالي فإن المنظمات الدولية تحديدا استطيع القول صنفين من هذه المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية. بالنسبة للمنظمات الحقوقية أستطيع أن نقول أن هناك عدد من التقارير أو كثير من التقارير التي أصدرتها المنظمات الدولية إما فيما يتعلق بالهجمات التي مرتبتها جماعة الحوثي أو قصف طيران التحالف العربي أو غيرها من الانتهاكات، وكذا فيما يتعلق بالحصار المفروض على مدينة تعز أو عدد من التقارير من المنظمات الدولية وتقارير
فريق خبراء الخبراء البارزين التابعين لمجلس حقوق الإنسان وفريق خبراء مجلس الأمن الدولي، كل هذه التقارير ركزت على ما تتعرض له هذه المدينة، إن من وخصوصا فيما يتعلق بالحصار والجانب الإنساني. نعم، إذا يعني برأيك أستاذ ياسر، يعني لمن نوجه اللوم في مسألة يعني التقصير في حقوق الإنسان؟ يعني من الذي عليه القيام بحل عاجل وفوري على الأقل في مثل هذا اليوم؟ عليهم أن يتذكروا أن هناك حقوق يجب أن تعاد لهؤلاء الضحايا. كل الأطراف ملامة، أخص هنا تحديدا أطراف النزاع أولا، وهي من تسببت في هذا هذه الكارثة الإنسانية، هذه الانتهاكات المرعبة على السكان المدنيين وعلى الأوضاع الإنسانية المتردية، إضافة إلى أن المنظمات الدولية تتحمل وزرها في أنها أغفلت كثير من الجوانب وخصوصا في الجوانب الإنسانية. أكثر ما تتحمله من عبء هو الحكومة اليمنية التي قصرت بخصوص ملف حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام، ومدينة تعز أو محافظة تعز بشكل خاص. الحكومة اليمنية للأسف الشديد قصرت في ملف حقوق الإنسان، لم تدير هذا الملف بشكل كان باستطاعتها أن تقدم ما يتعرض له سكان محافظة وحصارها الجائر إلى كثير من المنظمات الدولية، إلى كثير من المهتمين والمؤثرين بالشأن الحقوقي العالمي، لكنها للأسف الشديد الحكومة اليمنية ودبلوماسيها في الخارج لم يعد يهمهم من شيء أو ما يتعرض له السكان المدنيون في عموم الأراضي اليمنية، وما تقوم به الحكومة اليمنية هو مجرد إسقاط واجب عليها حتى لا يقال أنها لم تقم، لكنها للأسف الشديد أغفلت وتغافلت بشكل كبير، وخصوصا في الملف الحقوقي، وهو الملف الذي لا يمكن أن يقفل حتى إن توقف هذا النزاع، حتى إن توقف عزيز الرصاص والمدافع، إلا أن الملف الحقوقي غائب عن اهتمام هذه الحكومة اليمنية، لم تستطع أن تقدم هذا الملف بالشكل الذي ينبغي سواء للمنظمات الدولية أو لمجلس الأمن الدولي والمنظمات الإقليمية الأخرى، هذا إلى الحكومة اليمنية للأسف الشديد، إضافة إلى أن السلطات المحلية هنا بالتأكيد قصرت في رفع ما يحتاجه سكان هذه المحافظة وما يتعرضون له في الجانب الإنساني، كما أنها تعامل عن ما يتعرض له سكان هذه المحافظة من انتهاكات يومية من قبل عصابات مسلحة خارجة عن القانون. كل هذه الجماعات شوهت بسمعة هذه المدينة. صحيح. كل هذه الأفعال المخلة بالأمن والمخلة بالاستقرار. نعم، تتحمل السلطات المحلية المدنية والأمنية والعسكرية لما يتعرض له سكان هذه المحافظة من انتهاكات يومية. إذا شكرا جزيلا لك ياسر المليكي الرصد والناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أعود إليك أستاذة نبيلة، استمعت لحديث الأستاذ ياسر، وفعلا تعز هي من المحافظات الأكثر تعرضا للعديد من الانتهاكات من جميع الأطراف، ربما ما يواجه الآن من انتهاك الحصار الذي يفرض على المدينة وعلى المواطنين، يعني من الأمور التي يمكن حلها أو التي يمكن التدخل لأجل على الأقل حل حالة الوضع الإنساني في المدينة، ما هو تعليقك؟ هو في الحقيقة الحديث عن اليمن هو مش حديث، يعني الحديث عن الحلول في اليمن هي مش صعبة، يعني بالإمكان، أي ليست مستحيلة، وكان بالإمكان حل ما يحدث في اليمن في اللحظات الأولى، يعني فيما يتعلق باليمن، لكن يعني ما زال هناك أطراف تتحمل المسؤولية الكاملة في أي، يعني صحيح أنه تعز تأخذ نصيب الأسد في المأساة كاملة، لكن هناك أيضا أنت الآن تتحدث عن بلد من أقصى إلى أقصى، يعني ب 25 مليون في التقدير الرقمي، هم في حالة ماسة ليشعروا بالأمان في مسألة الاحتياجات الأساسية، بالأمان في الحياة، لم يصبح الحديث عن منطقة جغرافية محددة ولا عن مربع يعيش فيه
الحديث الآن عن اليمن، عن المربع الكامل لليمن، عن مأساة حقيقية تغتال اليمنيين في كل محافظة، في كل مديرية، في كل عزلة، في كل حي. في يعني الآن الحديث أصبح يعني يفوق تصور، يعني كان بالإمكان احتواء كل الأطراف تحتوي الأزمة في اليمن في البدايات، لكن الآن إذا لم يتضافر الجهود كلها، يعني بدءا بالداخل وبدءا وانتهاءا بالخارج، فهناك فعلا ستظل اليمن فيها في مربع المأساة، في دائرة الاحتياجات المستمرة، في دائرة الانهيار الإنساني الشديد. وإن يعني احنا من اكثر من 5 سنوات لم نخرج عن المناشدات وعن التقارير غير المنطقية، ولم يحدث اي حراك حقيقي يستفيد من الإنسان اليمني او يشعر بالأمان اقل شيء. يعني أزمة حقيقية تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف، حتى من يعني تحدث بحرف أو خط بقلم أو إلى من اتخذ قرار. اليمن مسؤولية تتحملها سياسة الإنقلاب، يتحملها الحكومة الشرعية، يتحملها الناس الذين تدخلوا لحل المشكلة اليمنية ولم تفضي اليمن إلى حل. ونقصد قيادة التحالف، نتكلم أيضا عن المجتمع الأممي والأمني الذي يقف متفرجا حقيقيا، نتكلم عن المنظمات الدولية الحقوقية التي تشتغل في سنواتها الطويلة عن حقوق الإنسان ولا يصدر أي تقرير يعني ينصف الإنسان اليمني. نعم، إذن كانت هناك الكثير من الدعوات لحماية ملف حقوق الإنسان، يعني هل ترى أن هذه الدعوات الإنسانية أو إنسانية وموضوعية، أم أن للأسف تم استغلال الملف الإنساني للتفاوض به سياسيا؟ أنا يمكن أقول هل هو في ملف فعلا؟ يعني هل في ملف حقيقي رقمي واضح طرح في مجلس الأمن واستنفرت فيه الطاقات واستنفر فيها الجهد والوقت؟ نعم. لا يوجد ملف حقيقي، يعني لا يتم الحديث عن اليمن بشكل صحيح، لا يتم إنصاف اليمني. يعني صحيح أننا الآن نتكلم، سنعتبر أن فرصة ذكرى حقوق الإنسان هذا اليوم نعتبره أحد المبررات للحديث عن اليمن، لكن الحديث عن اليمن مفترض جرس لا يتوقف عن الرنين في كل أحوالها. نحن نتحدث عن مأساة مكتملة الأركان صحيا وتعليميا وانهيار يعني في المستوى الحصول على الخدمات الأساسية، نتحدث عن اضمحلال يومي إلى الأسفل في خط تنازلي مريع. كل هذه الأرقام تخيف الإنسان حقيقة. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان عبر الهاتف من القاهرة ليجيبنا على بعض التساؤلات. مساء الخير أستاذ نبيل. أسعد الله مساءكم أنتم وجميع السادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ نبيل. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان تشهد اليمن أكبر كارثة إنسانية، ربما يعني قالت ضيفتنا هنا في الاستوديو نبيلة سعيد أنه لابد من أن يقرع جرس إنساني لا يتوقف رنينه للحديث عن يعني كوارث ما يحدث من انتهاكات في حقوق الإنسان، وليس فقط في اليوم العالمي. ما الذي يمكن قوله في مثل هذا اليوم؟ حقيقة يعني إذا كان العالم أجمع ونحن يعني نحاول أن نحتفل معهم باليوم العالمي لحقوق الإنسان اليوم 10 من ديسمبر، وهو ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أطلق في عام 1948، فربما تكون هذه الأعوام هي أعوام انعكاف بالنسبة لحقوق الإنسان في اليمن، وما تزال الحالة الإنسانية يوما بعد يوم في حالة تدهور، ويظل الملف الحقوقي معذرة يظل الملف الحقوقي متخما بالكثير من الانتهاكات. نستطيع أن نقول أن الحالة الإنسانية في اليمن والحقوق حقوق الإنسان لم يترك حق من حقوق الإنسان التي ذكرت في الإعلان العالمي، وعددها كبير جدا، شملت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لا أعتقد أن هناك حق من حقوق الإنسان إلا وانتهكت من قبل الميليشيات الحوثية في اليمن، وكل ما نقوم به في وزارة حقوق الإنسان من عملية توثيق دائمة نوافي بها المجتمع الدولي سواء في مجلس الأمن أو في
مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية والمنظمات الدولية. بالأخير يعني لا يمثل كاف أو مجمل الصورة الانتهاكية. وعندما أتحدث اليوم عن أننا في وزارة حقوق الإنسان وثقنا خلال السنوات الخمسة الماضية قرابة 102 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان، فإننا رغم ذلك نقول أننا حتى الآن لم نجد تفاعلا حقيقيا من المنظمات الدولية. لماذا برأيك أستاذ يعني يتحول الإنسان اليمني إلى مجرد رقم يذكر في التقارير الدولية ولا يتم العمل على يعني إيقاف مثل هذه الجرائم، وخاصة أن بعضها يمكن ل يعني ذوي الشأن التدخل لإيقاف مثل هذه الجرائم؟ حتى نكون صادقين أمام شعبنا وأمام المواطنين اليمنيين يجب أن نقول أننا لسنا راضين أبدا عن ما تقوم به المنظمات الدولية. كل ما تقوم به هذه المنظمات سنجد الآن تقارير كثيرة تتحدث عن اليمن والحالة الإنسانية، خصوصا في هذا الشهر شهر ديسمبر مع نهاية العام، وكل ذلك من أجل مؤتمر المانحين أصدقاء اليمن الذي يتم في شهر يناير من كل عام، ومن أجل أن تشرع هذه المنظمات الدولية بأخذ مبالغ تصل إلى المليارات، لكننا حقيقة لا نجد على مستوى تلك المبالغ أعمال حقيقية نستطيع أن نتحدث عنها. نحن الآن نطالب في هذه المرة نطالب بتقييم حقيقي لجهود المنظمات الدولية وما تقوم به على الأرض، لأنه لو قمنا بعملية مقارنة ما بين ما تأخذه هذه المنظمات وتصرفه كمصاريف تشغيلية لها وجهد حقيقي على الأرض، فإننا سنجد أن الجهد لا يساوي حتى 20% مما تأخذه هذه المنظمات. نحن بحاجة إلى دور حقيقي للمجتمع الدولي، نريد قرارات حقيقية، نريد مارتن جريفيث أن يضع في طاولة على طاولة الميليشيات الحوثية إيقاف عملية استهداف المدنيين واستهداف الأحياء السكنية وقنص الأطفال والنساء. هذه الجوانب التي أكدت عليها المواثيق الدولية وخصوصا اتفاقيات جنيف الأربع لما يخص قضايا الحرب. وبالتالي إذا لم يكن لمارتن جريفيث هذا الدور لإيقاف هذه العملية التي وصلت الآن، نحن نتحدث عن 15,800 مدني ما قتلوا في هذه الحرب، ولدينا قرابة 33,000 جريح ومصاب. إذا نحن أمام أرقام كارثية. نريد أن يقول مارتن جريفيث ماذا عمل لتخفيف هذه المعاناة. إذا لن أطيل عليك أستاذ نبيل يعني وأنت تبدو متعبا، الحمد لله على السلامة وشكرا لوجودك معنا في مثل هذه الحلقة. نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذة نبيلة. إذا طرق الأستاذ نبيل نقطة مهمة، يعني يتم التباكي على حقوق الإنسان وعلى الوضع الإنساني والتغذية والأطفال وما إلى ذلك، ويتم أيضا طلب ميزانية عالية لحل هذه الإشكالات المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن، ولكن تصرف أغلبها مصاريف تشغيلية، ولا يرى اليمني منها إلا الفتات أو عبارة عن سلال غذائية أو دوائية بسيطة لا تكفيه شهر واحد. إذا صح التعبير تعتبر هذه من الجرائم التي مفترض يقاضي اليمن فيها المنظمات الدولية، لأنه أنت تتحدث عن بلد وضعه يعني وضعه سيء، وبالتالي أنت تأخذ تقارير لا تخدم هذه التقارير أبسط نسبة ممكن نقول من الغرض التي كتبت أو أعدت من أجله. لكن هنا في نقطة مهمة جدا، هي لابد أن تتضافر الجهود المحلية والدولية، يعني يحدث هناك تكامل. وأفضل من يتحدث ويكتب تقرير حقيقي عن اليمن هم أبناء اليمن، يعني لابد تكون هناك تقارير مقروءة ذات أرقام حقيقية ذات إحصاءات رقمية صحيحة يكتبها اليمنيين باحتراف، ليس فقط لجلب السلال الغذائية لا أبدا، لكن لأجل أن يلفت انتباه العالم بأن هناك كانهيار حقيقي للإنسان في اليمن. لابد أن تكون هناك معالجات عاجلة وسريعة وحقيقية ويلمسها الشارع اليمني.
وأيضا النقطة التي ذكرها الأخ نبيل أن يكون هناك فعلا تقييم لدور المنظمات الدولية التي هي تسرح وتمرح حقيقة في اليمن من 2015 حتى هذه اللحظة، وليس هناك تقرير جريء يرشح الوضع الإنساني في اليمن بأنه فعلا يحتاج تدخل أممي. 3 من أعضاء ممثلي الأمم المتحدة تداولوا على اليمن في خلال السنوات التي فاتت، آخرهم مارتن غريفث. هل حدث حقيقي؟ لكن هناك مع كل ممثل للأمم المتحدة تحدث خرق في منطقة من المناطق، كانت في صعدة ثم انتقلت إلى صنعاء وتعز ثم انتقلت إلى الحديدة. هذا ما تقوم به الأمم المتحدة وممثلي الأمم المتحدة. الآن إذا نحن نتكلم على وضع إنساني في اليمن، لن يحدث إلا بجهود حقيقية يعني ملموسة، يعني هناك أرقام معالجات تتم بشكل ملحوظ، يلاحظه أي شخص سواء في اليمن أو خارج اليمن، تتم بشكل هكذا تناسقي تكاملي ما بين الحكومة الشرعية يعني التي يدافع عنها اليمنيين الذين يدفعون ضريبة ذلك أرواحهم وحياتهم واستقرارهم وأمنهم وسلامهم، في مقابل أن هذه الحكومة الشرعية تحفظ سيادة هذا البلد وتحاول أن توصل هذا البلد إلى بر الأمان. هي الآن لابد أن تشتغل في الملف الإنساني بشكل قوي جدا، ولابد أن توصل للعالم مع أبناء اليمن، توصل للعالم أنه هذا البلد لابد أن يعني تستمر فيه عملية الإنقاذ، لابد أن يخرج من إطار الانتظار. يعني نحن في اليمن ننتظر، يعني 5 سنوات ننتظر، يعني أنت في دائرة الانتظار، في مربع الانتظار من 5 سنوات كاملة، يعني فيها يفقد يعني كل الإمكانيات، سواء على مستوى الإنسان وعلى مستوى التاريخ وعلى مستوى الأرض تفقد مع الوقت. لابد أن تكون فعلا هناك معالجات منطقية وحقيقية وسريعة وعاجلة. نعم. إذا أستاذة نبيلة، العديد من الحقوقيين يتهمون بعض التقارير والمنظمات بأنها إما أن تنحاز للحوثيين ويعني تركز على جانب التحالف وما قامت به من قصف للمدنيين وانتهاكات، والبعض الآخر لا يرى انتهاكات للتحالف، يركز فقط على جرائم الحوثي، وبالتالي يتحول الملف الإنساني إلى مجرد يعني لعبة بأيدي المنظمات يتم الضغط به على الطرف ضد الآخر. في كثير من المرات كانوا اليمنيين يظنوا أن التحالف أتى لأجل فكفكة وحل الأزمة الوضع الإنساني في اليمن، أو للوصول باليمن في أسرع وقت ممكن، كان التقدير الزمني شهر، لكن اكتشفنا مع الأيام أن قيادة التحالف هي التي لا تملك الجراءة في إنهاء ملف اليمن وقفل هذا الملف وإيصاله إلى بر الأمان. كما أيضا تصورنا واعتقدنا أن اليمنيين هم أحرص الناس على حياة على الحياة في الداخل اليمني، لكن هم أكثر من انتهك الإنسان في اليمن. ومثال ميليشيات الحوثي التي تغتال الحياة في اليمن بشكل صارخ، وأمام مساندة دولية ومساندة واتفاق مبطن في الكيانات ما بين قيادة التحالف والمجتمع الدولي. نعم. إذن يعني يدان التحالف كما يدان الحوثيون بجرائم بحق المدنيين والآثار المترتبة على ما يحدث يعني المدنيين وللأعيان أيضا من قصف وتخريب، وكذلك الحصار المفروض على البلد سواء من التحالف أو من الحوثيين، لكن حتى اللحظة لم يتم التدخل فعليا لإيقاف يعني على المدى البسيط الحصار، الضغط على الأطراف. نجد أن كل الضغوط تتجه نحو يعني مفاهيم سياسية كبرى، لا يتم الحديث عن ملف حقوق الإنسان حتى في آخر المفاوضات ألحق مجرد إلحاق الملف الإنساني. لماذا؟ أنا أتخيل أنه في أول تصريح لانتهاك حق اليمنيين في بلد يشعر فيه بالكرامة الإنسانية هو تصريح الرئيس عبد الرب منصور هادي عندما قال قبل 21/9، قال على اليمنيين أن يحموا أنفسهم، إذا أنت لم تحمي أبناء بلدك الذين رشحوك لأجل الحفاظ على أمنهم وسلامهم واستقرارهم والوصول بهم إلى بر الأمان، فهذه الدعوة تطلق لمن؟ هذا أولا. ثانيا، عندما
نطلب النجدة من الأطراف الأخرى. الأصل أيضا أن الأطراف الأخرى هذه تحافظ أيضا على الإنسان في اليمن، لكن خرجنا يعني خليل وفاض من الداخل ومن الخارج، وما زلنا أيضا هناك عزيمة حقيقية موجودة عند اليمنيين بأنهم يعني يستردوا اليمن هذا كبيئة تستحق العيش بكرامة. إذن أيضا نتحدث عن نقطة مهمة أستاذة نبيلة، وهو أن ربما من دواعي العجب أن يتم قصف المدنيين من قبل التحالف، وتشكل لجنة للتحقيق من قبل التحالف، ويقال أيضا إن إذا أردت أن تموت القضايا شكل لها لجان. شكل لها لجان، هذا ما يحدث للأسف في اليمن. كيف يقبل المجتمع الدولي مثل هذه الخروقات، أو مثل هذه يعني هل يقبل أن تقوم اللجنة التي قامت بالقصف أو الجهة التي قامت بالقصف تشكيل لجنة للتحقيق؟ أنا أتوقع أن المجتمع الدولي هو يعني في مربع الصمت، وفي مربع يعني ما يعني ممكن نقول عن مربع الرضا عن الوضع. أنا يعني أنت تصمت عن رضا، راضي عن أن يستمر الوضع في اليمن بهذه الطريقة، يهم المنطقة الجغرافية المحيطة باليمن أن تظل اليمن على هذا الوضع، أن اليمن ضلع استراتيجي له تاريخه العريق وله إمكانياته في النهضة وفي العبور إلى بر الأمان، وفي أنه يكون بلد يوازي أو تتأسى به البلدان المحيطة فيه، لكن خنق إرادة اليمنيين وإرادة اليمن أن يخرج إلى بر الأمان ويصبح دولة فعلا ذات سيادة هي تكتيك يحاول عدم إيصاله لليمن، هو تكتيك أممي وتكتيك دولي و تصميم عربي. ومع الأسف بعض الأطراف اليمنية كميليشيات الحوثي هي توصل هذه الخيارات إلى النتائج الملموسة مع الأسف. إذن كيف يمكن فصل الملف الإنساني عن الملف السياسي أستاذة نبيلة في ظل ما يحدث؟ لابد أن تستمر المناشدات، لازم يعني مش ليس فقط من الإلزام، لكن هذا واجب إنساني يعني يكتنفوا فرض العين لا فرض الكفاية، أن يظل كل إنسان يمني أيا كان سياسي إعلامي أيا كان تسميته أو توصيفه يتحدث عن الملف اليمني. الأولى في الحديث عن اليمن هم القانونيين والإعلاميين والسياسيين. لماذا؟ لأنهم ربما يحدثوا حراك حقيقي على المستوى الدولي، على مستوى منظمة المجتمع الدولي، على مستوى مجلس الأمن، على مستويات كثيرة. هذه الملفات عندما تتحرك بشكل مستمر إلا ما تؤتي ثمارها وإلا ما يخرج فعلا هناك تحرك حقيقي. ألم يصابوا باليأس؟ يعني 5 سنوات ونحن نعيد فقط التقارير الدولية، نجد مقارنات بارتفاع الأعداد وأعداد الضحايا والتي انتهكت حقوقهم وعدم الإنصاف للسابقين. فيشعر يعني الناشط في هذا المجال أو الإعلامي أو من بيده ربما توصل مثل هذه المعاناة بأن اليمنيين فعلا مجرد رقم يذكرون في التقارير. هو لأجل ذلك لابد أن اليمنيين في هذه الزاوية ممكن نتحدث عن اليمنيين، اليمنيين لابد أن يحافظوا على الأمل في استمرار المطالبة، لأنه إذا حدث شيء بسيط من غياب هذا الأمل سيكون الموت هو النهاية الحتمية، لأنه أنت إذا فقدت الأمل فقدت معنى الأهداف النبيلة التي تحافظ عليها أو تدعو من أجلها، يعني تفقد مع الوقت إمكانيتك في الصمود حتى تحصل على بلد يستحق العيش مثل اليمن. هذه كلها تحتاج فعلا إلى إرادة حقيقية تكتنفها آمال كبيرة جدا، وإن كانت حتى المجتمع الدولي وإن كان اليمنيين موجودين على خارطة العالم، يستطيعوا يتحدوا تحت سقف واحد ويكونوا راية من يمنيي الخارج ويشكلوا ضغط حقيقي على المجتمع الدولي بأن اليمن من حقه أن يعيش بسلام. إذن بالنسبة أستاذة نبيلة عمل وزارة حقوق الإنسان كيف تقيميه، خاصة يعني وأنهم ربما كما تحدث الأستاذ نبيل يعملون على تقارير وإحصاءات، هل بيدهم شيء آخر برأيك؟ ممكن يعني هو هناك شغل حقيقي، هناك شغل، لكن يعني ممكن يكون هذا الشغل مفترض أن يكون أكثر حماسة في الصيغ التي يظهر عليها عالميا. يعني ما هي الصيغة؟ هل هم مؤتمرات صحفية؟ هل وقفات دولية؟ هل مناشدات؟ يعني الشكل القالب أو التي سيخرج فيه هذه الأرقام وهذه الأعداد
بلا شك أن هناك أرقام تعد، وبلا شك أن هناك تقارير تعد وتجهز ويتعب ويشتغل عليها يعني أوقات كثيرة، لكن هذه تحتاج إلى طريقة وآلية فعلية فعلا يعني يحدث فيها ردة فعل حقيقية، يعني ردة فعل ملموسة يعني من المجتمع الدولي. يعني إذا استمرت المناشدات على شكل رابطة مثلا لنقل لقانونيين اليمنيين حول العالم، لإعلاميين، لأي كيان يمثل اليمنيين يتحدث عن تقارير، ويكون هناك جهد جماعي. أنا أتحدث فعلا عن شيء غير المعتاد في الشغل عن حقوق الإنسان في اليمن، غير الشيء المألوف، تقرير ريبورت، يعني هذه الأشياء التي متعارف أن يشتغل عليها. لا، لابد أن يكون هناك شغل حقيقي يوازي، مثلا يكون تكتيك مثلا لشغل اليمنيين في الداخل وشغل اليمنيين في خارج. أعتقد أنه في كثير من النخب الإعلامية والسياسية والحقوقية والقانونية متواجدة على الأرض في خارج اليمن، ممكن تشكل وجودها يشكل ضغط، خلافا إلى أنها تتحدث أكثر من لغة، ممكن يعد تقرير بأكثر من 3 إلى 5 إلى 6 لغات فعلا يتحرك فيه، يعني يشكل فعلا ورقة رابحة في مسيرة حقوق الإنسان اليمني واليمنيين. إذا برأيك أستاذة نبيلة، كيف ينظر المجتمع الدولي الآن للسلام في اليمن وللوضع الإنساني، خصوصا بعد الحديث عن توقف مرتقب للحرب؟ والله يعني وقوف يعني صامت، ما فيش أي مظاهر لأشياء فعلية. هل سيكون هناك إعمار؟ هل سيكون فعلا تحرك حقيقي بانتهاء الحرب نهائيا؟ هل سيكون فعلا هناك تفادي للكارثة الإنسانية اللي حصلت وحدثت وارتكبت أمام الشهود في العالم؟ هل سيكون هناك يعني المشهد واقف قاتم، المشهد غير واضح، الملامح فيه غير واضحة، إلى أين سيسير؟ ما لا يوجد شيء، يعني المجتمع الدولي صامت، يعني ما فيش فعلا تحرك حقيقي، يعني أو ممكن نقول واعي مدروس. هناك فعلا شيء حي المسلمين اليمنيين، اليمنيين ينتظروا والمجتمع الدولي صامت. إذا شكرا جزيلا لك أستاذة نبيلة سعيد الناشطة الحقوقية، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.